يجب أن يكونون مؤثرين الأمة في مستوى هذه التحديات الصعبة للمرحلة القادمة. الحكومة بدأت الإصلاح، وخطوات الإصلاح الحقيقية وأولى خطوات الإصلاح الانتخاب من خلال البطاقة المدنية وتصحيح وضع خاطئ لسنوات طويلة، ولكن الإصلاحات التي قامت فيها الحكومة يجب أن تستمر فيها، لأن الإصلاح ليس جزئي، الإصلاح يجب أن يكون كلي ومستمر. إحالة قيادي وتغيير قيادي ليس هو كل الإصلاح، الإصلاح الحقيقي هو إصلاح الوضع الفاسد والاستمرار في هذا الإصلاح حتى تعم العدالة والمساواة في هذا البلد. المرحلة القادمة مرحلة فيها تحديات كبيرة، وأمامنا مسؤولية إصلاح كبيرة في المرحلة القادمة يجب أن نستمر فيها، أولاً للإصلاح السياسي في البلد، والإصلاح السياسي مفهوم واسع وأبوابها كبيرة، والإصلاح السياسي تبدي في مسؤولية الحكومة بعد الانتخابات الامتحان الأول لها في تشكيل الحكومة القادمة. إذا كان تشكيل الحكومة القادمة في نفس المعايير السابقة فسوف تكون أمامها صعوبات كذلك كبيرة، وأمامنا إصلاح اقتصادي كذلك واجتماعي. فبالتالي المرحلة القادمة تعتمد على مخرجات هذه الانتخابات. أتمنى أن مخرجات هذه الانتخابات تكون في مستوى التحديات المرحلة القادمة، بحيث نستطيع أن نبدأ الإصلاح الحقيقي والقضاء على الفساد، وننقل الكويت مرحلة نوعية بحيث أن نصف في مقدمة الدول المتقدمة، ونرجع كما كنا بالسابق كويت العدالة والحرية والمساواة. وهذه أعتقد مطالب جدا مهمة للمرحلة القادمة، وأتمنى إن شاء الله نكون في مستوى هذه التحديات ونقوم في واجبنا السياسي والاجتماعي تجاه الكويت والمواطنين.